الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وسحر الساحرين، وعين العائنين، وعين العائنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن حلول الفقر، ومن العسر بعد اليسر، ومن ضيق الصدر، ومن عذاب القبر. وامنن علينا يا الله بدوام العافية والستر. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإخبات المنيبين إليك، وإنابة المخبتين لك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا، اجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، وآتهم من لدنك سلطانا نصيرا، يا رحيم كن بهم رحيما، يا لطيف كن بهم لطيفا، ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وارحم شهداءهم، وضمد جرحاهم، وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. إلهنا إلهنا ومولانا، نرفع إليك أكف الضراعة، نستنزل رحمتك، ونستدفع عذابك، يا من بابه للسائلين مفتوح، وعطاؤه يغدو ويروح، يا من رفع العباد إليه الأيدي في هذه الساعة، يا من رفع العباد إليه الأيدي بالطاعة، وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة، يا من سكن تسبيحه القلوب، يا من سكن تسبيحه القلوب، وستر بفضله العيوب، وكشف بلطفه الشدائد والكروب، يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، يا من إذا وعد أوفى، وإذا أوعد عفا، اجعلنا هذه الليلة طلقاء رحمتك، اجعلنا هذه الليلة طلقاء رحمتك، طلقاء رحمتك يا رب العالمين. إلهنا، من أولى بالزلل والتقصير منا، وقد خلقتنا ضعفا،
ومن أولى بالعفو يا ومن أولى بالعفو منك يا عظيم الرجاء. أنت الذي سميت نفسك بالرحيم فارحمنا، أنت الذي سميت نفسك بالرحيم فارحمنا، ووصفت نفسك بالعفو فاعف عنا. يا من تقدست أسماؤه، يا من تقدست ذاته وتباركت أسماؤه وصفاته، يا حي يا قيوم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وارحم بين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا. يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعل الريان في الجنة بابنا، واجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة جارنا، وأسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعله لنا شافعا مشفعا، اجعله لنا شافعا مشفعا. اللهم اجعله أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، نرفع إليك أكف الضراعة، نرفع إليك أكف الضراعة، نرفع إليك أكف الضراعة، وتمتد إلينا وتمتد إليك الأيدي بالذل والطاعة في هذه الساعة. اللهم يا حي يا قيوم، ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عتق وغفران، من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان ونجاة من النيران وخلود في الجنان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا من هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، نسألك في هذه الساعة أن تحرم وجوهنا على النار. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرم بشرتنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأمواتنا والمسلمين جميعا من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم في ختام ليلتنا هذه اجعلنا من الفائزين برضوانك، اجعلنا من الفائزين برضوانك والعتق من نيرانك بفضلك ومنك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران
والعتق من النيران والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.